اهلا بيكم، فيديو جديد، تطبيق جديد، بل لعبه جديده للربح من الانترنت، وهي كيوتي جاردن. اكيد دلوقتي انت بتقول ازاي لعبه وبتربح من الانترنت؟ ده مش غريب يا معلم، الغريب ان في ناس كتير جدا محملاها وبتلعبها. في الفيديو ده اللعبه دي باختصار شديد كده بتعمل ايه عشان تجمع فلوس؟ تاني حاجه بتدفع ولا لا؟ ده الاهم بالنسبه لاي حد. لو قعدت سنه العب مش مفيش مشكله، بس اهم حاجه اخد فلوس. صح. ففي الفيديو ده هنتكلم عن كيوتي جاردن يا جدعان، للناس اللي بتدور. لو انت جديد واول مره تشوفني اشترك في القناه، لان احنا بنتكلم عن الربح، البرامج والتطبيقات والمواقع وكل حاجه يا معلم. عندك تطبيق، عندك ابلكيشن، عندك اي حاجه عايزني نتكلم عليها سيبها تحت في الكومنتات. تنزل تدوس لايك للفيديو، تصلي على النبي في الكومنت، تشترك في القناه، تفعل جرس التنبيهات، تتابعني على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. كل الحاجات دي موجوده في صندوق الوصف. دلوقتي نقول يلا بينا. اول حاجه، لو انت دخلت على جوجل بلاي وكتبت كيوتي جاردن هتحمل اللعبه بدون اي مشاكل. تمام. حملت اللعبه، هتبدا ان انت تلعبها. فبتبدا ان انت تجمع كل حيوانين او عصفورين او اي حاجتين يعني فوق بعض ويكبروا ويكبروا، وتبدا ان انت تجمع فلوس. في ناس بتقول لك الحد الادنى لسحب في التطبيق ده او في اللعبه ديت 100 دولار، وده مبلغ كبير. في ناس ثانيه بتقول لك لا، ده انت لازم توصل 300 دولار برضه، وده مبلغ اكبر طبعا. النقطه الاهم هنا، الناس اللي قربت توصل ل 300 دولار فعلا وصلت؟ لا، ما حدش وصل ل 300 دولار، واي حد قرب ل 300 دولار ما بيكملش او ما بيوصلش، لان خلاص ما عادش بيديله كوينز او ما عادش بيديله ارباح. جميل جميل جدا. لو دخلت انت برضو انت بتحمل كده اللعبه من جوجل بلاي، تحت في الريفيوهات الناس اللي بتكتب هتلاقي معظم الناس بتقول لك تطبيق نصاب، مش عارف ايه، مش بيدفع، مش بيوصلنا لمرحله ان احنا نسحب. فيا صديقي، التطبيق ده نصب في نصب. هو بيدي كوينز وبيديك ارقام وهميه جوه التطبيق، بس بتسحبها؟ لا، ما بتسحبهاش، وده عن تجربه. وابحث على اليوتيوب، ولو لقيت واحد بيقول لك ان انا سحبته وجاب لك اثبات بفعل، سيبك من الكلام، لو جاب لك اثبات ان هو سحب فعلا ابقى تعالى اكتب لي في الكومنتات. بس كده يا صاحبي، لو عندك تطبيق، موقع، ابلكيشن، سيبه تحت في الكومنتات. بس كده، واشوفك في فيديو تاني. سلام.